أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على مستجدات ونتائج التحركات المكثفة لمارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن وما يمكن أن تخرج به من نتائج. إلى العاصمة صنعاء وصل المبعوث الأممي مارتن جريفيث اليوم الاثنين. قالت مصادر محلية أن جريفيث جاء لبحث آلية تنفيذ اتفاق السويد بشأن ملفات الحديدة وتعز والأسرى والمعتقلين مع قيادات الميليشيا الحوثية. هذا وكان جريفيث قد أكد تمديد الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق السويد حول الحديدة وتبادل الأسرى. وأشار جريفيث في حديث لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن كبير المراقبين الأمميين في اليمن الجنرال الهولندي باتريك كاميرت سيغادر منصبه، نافيا وجود خلافات بينه وبين كاميرت رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة. نتوقف عند هذه التحركات لنناقش في محورين: ما الذي يمكن أن تسفر عنه هذه التحركات من نتائج، وكم من الوقت سيحتاجه جريفيث لإحراز أي تقدم ملموس؟ نبدأ النقاش بعد التقرير. كل شيء على ما يرام في الحديدة رغم التحديات، هذه خلاصة المواقف التي يصدرها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث في محاولة منه للدفاع عن مهمة ينظر إليها المراقبون على أنها أشبه بالسير في طريق مليء بالأسلاك الشائكة. في أحدث تصريحات له نشرتها جريدة الشرق الأوسط السعودية الصادرة في لندن، شدد جريفيث على أن الأمل هو رأس ماله وعلى أنه بحاجة إلى الإبقاء على الأمل وسط ما يراه عزماً لدى القيادة السياسية لكلا الطرفين لوضع نهاية لمعاناة الشعب اليمني. أكد جريفيث في حديثه للجريدة أنه سيعود إلى اليمن الاثنين بدءاً من صنعاء مروراً بالحديدة ووصولاً إلى عدن للقاء رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، حيث ينصب تركيزه في الوقت الحالي على إعادة الانتشار في الحديدة بشكل موثوق يمكن التحقق منه. مر أكثر من شهر كامل على بدء سريان وقف إطلاق النار في الحديدة، لكن وقف إطلاق النار وفقا لجريفيث نفسه لا يزال يشهد بعض الحوادث الأمنية، وإقراره أيضا أن الوضع لا يزال قابلا للاشتعال رغم تأكيده أن واقعا جديدا قد تشكل في الحديدة لم يكن موجودا قبل اجتماعات السويد، حتى أنه أومأ إلى تقارير قال إنها تفيد بعودة بعض سكان المدينة إلى منازلهم التي فروا منها خشية المعارك المستعرة هناك، وهو مؤشر مهم من وجهة نظره على أن الوضع بات أفضل من ذي قبل. لا يزال الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت يعمل إلى جانب جريفيث، حيث زار معا صنعاء والرياض وأجري محادثات بناءة بحسب تأكيد جريفيث، لكن كاميرت سيغادر منصبه وسط استمرار الشكوك التي ينفيها المبعوث الأممي حول وجود خلافات بين الرجلين ربما تكون سببا في دفع كاميرت إلى الاستقالة، إلى جانب التهديدات المباشرة التي تلقاها من الحوثيين. المفاوضات المقبلة المعنية بحسم القضايا السياسية والأمنية على مستوى البلاد يبدو أنها باتت خياراً مؤجلاً في ظل ما يصفه المراقبون بغرق المنظمة الدولية في مستنقع الحديدة التي تحيط بها مخاطر تجدد الحرب الشاملة من كل الجهات. أبدأ النقاش مع ضيفي من صنعاء عبد الوهاب الشرفي. أهلاً بك أستاذ عبد الوهاب. بداية، برأيك ما الذي يبحث عنه جريفيث من خلال زياراته المكثفة في العاصمة صنعاء؟ بداية مساء الخير لك ولمشاهديك الأكارم. هو بالطبع الذي تابع يعني ما تم في السويد يجد أن جريفيث أساسا يعمل الآن على أجندة أخرى ليست ذات علاقة بالحل بين الطرفين اليمنيين فيما يتعلق بالحديدة. إدخال الأمم المتحدة بهذا المستوى الذي ربما يصل إلى مستوى تسليمها إلى رفع الحديدة، وبحيث يمرر هذا الأمر هو ترك البند معلقا بحيث كل طرف فسره بالشكل الذي يريده، لأن هناك عبارات يمكن أن يعتبرها كل طرف مفيدة له، لكن ما كان يريده غريف هو أن يدخل الأمم المتحدة أولا ثم بعد ذلك ذهب ليفسر هذا البند المتعلق بالسلطة عمليا من خلال التنسيق مع بريطانيا والخروج بتوصيف جديد بالنسبة لمهمة كاميرت وصفته، وأصبح هناك ما يعرف بالبعثة السياسية وهو توصيف غريب لم نسمع به من قبل في أي ملف من الملفات التي تتعامل معها الأمم المتحدة. نسمع عن يعني لجان رقابة، لجان خبراء، لجان تفتيش، لكن بعثة سياسية، هذا الأمر يعني بأنه يريد أن يمكن الأمم المتحدة من أكثر
من مسألة الرقابة على وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار إلى الدخول في مسألة الإدارة بشكل محوري. والآن ما يريده كاميرت من خلال هذا الأمر هو الآن يريد أن يحافظ على الإنجاز الذي حققه والمتمثل في إدخال الأمم المتحدة على هذا المستوى من خلال الخوض مع الأطراف اليمنية الآن في تفاصيل تنبني على النقطة التي حققها بالقرار الأممي بتوصيف كاميرت يعني بعثة سياسية للحديدة، بمعنى أنه يريد الآن أن يصل إلى جداول تنفيذية ويعني الحسم في تفاصيل العمل الذي سيتم ميدانيا، كل ذلك مترتب على الصلاحيات الواسعة التي ستكون لكامل. لا يريد أن يدخل النقاش بعيدا عن هذه النقطة، بمعنى أنه لا يريد أن يناقش الذهاب إلى سلطة متعلقة بالحديدة يتوافق عليها اليمنيون، إما بالتسليم مثلا للأمن المحلي لأنصار الله أو بدخول أمن محلي من طرف هذه، ولا أيضا طرف يمني مستقل يتم التوافق عليه من الطرفين ويمثل السلطة هناك، وإنما يريد الآن فقط الانطلاق إلى هذه الجداول كأمر واقع أصبح مفروضا بعد القرار البريطاني الذي تم التصويت عليه في مجلس الأمن، وهذا هو ما يعمل عليه غريفت الآن، وهو تمرير المسائل بالشكل الذي يضع الحديدة في يد الأمم المتحدة وفق أجندات بعيدة عن أجندات الحل اليمني على الإطلاق. قلت أن ربما الأجندات اليوم المطروحة والتي يسعى للعمل عليها غريفيث هي بعيدة عن أجندات الحل، بشيء من التفصيل ما هي الأجندات التي يعمل عليها الآن، وإلى أي حد ما حدث اليوم في بالاتفاقات فيما يخص الحديدة هو خدم الحوثيين أكثر، لأنهم كما يطرح البعض هدفهم الوحيد من الموافقة على هذا الاتفاق هو إعادة ترتيب صفوفهم فقط؟ هو بالطبع لو تتابع ما يدور في المنطقة السواحل اليمنية هي ذات حساسية عالية فيما يتعلق بالملابسات السياسية والعسكرية التي تدور في المنطقة، وهناك عمل واسع يعني ربما سمع عنه الكثير متمثل في قضية التوجه الآن الدول المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية لما يعرف بكيان الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وبالتالي هذه المنطقة هي ذات حساسية الشواطئ اليمنية أصبحت مؤمنة عن طريق استلام الإمارات لها على اعتبار أن الإمارات طرف مأمون بالنسبة للأجندة الدولية في المنطقة. ظلت ميناء الحديدة، ميناء الحديدة يراد أن يتم الوصول به إلى هذا الوضع، بمعنى إذا لم تستلمه الإمارات عبر الدخول بالقوة فيجب أن تستلمه الأمم المتحدة عن طريق ما يعني عملية في ظاهرها بأنها عملية توفيقية بين الأطراف اليمنية، وفي الأخير الهدف من ناحية الأجندات الدولية هو سيحصل بدخول الإمارات أو بدخول الأمم المتحدة، سيكون هناك إدارة لميناء الحديدة مأمونة كما هي مأمونة في باقي السواحل اليمنية. هذا هو ما يعمل عليه الآن كاميرت، سيحول الأطراف اليمنية التي ستشارك في هذه العملية إلى مجرد وسائل تنفيذية وليست يعني ذات صلة بالجانب السياسي والتدبير في الجوانب السياسية المتعلقة بإدارة الحديدة، وإنما فقط يعني الجوانب التنفيذية البقاء هنا والطلوع هنا والتواجد هنا، وهذه المسائل ستكون كلها بإشراف كاميرت وغريفت أيضا. فيما يتعلق بقضية أن أنصار الله يعني هم المستفيدين من هذا الأمر وما إلى في الأخير، هناك اتفاق هو تم بحسن نية ومن الطرفين على الأقل ظاهره، دعنا من الذهاب لتأويلات وتفسيرات ربما يطلقها أي يعني أي معلق يكون حاملا لأجندات تتبع طرف من الأطراف، لكن نحن كأطراف محايدة نعتبره بأنه اتفاق تم. هذا الاتفاق مشكلته ليست في الحوثيين ولا في طرف هذه، وإنما واضح المرونة
بالشكل الذي يجعل كل طرف يتمسك بجزء من النص فيما يتعلق بالسلطة الحديدة، وسيكون لديه هذا الجزء كافيا لإثبات المطالبة بأنه هو المعني، والطرف الآخر سيمسك بالجزء الآخر وأيضا سيكون كافيا له ليقول المعني أنا. وبالتالي هذه العملية هي تمت كما قلت لك مقصودة من غريفيث، وما يعني دليل أنها عملية مقصودة أنه ذهب إلى الأمم المتحدة ليستصدر قرارا بإنشاء بعثة دبلوماسية لتغطي جوهر هذا الخلاف. بعد ذلك الآن ما بقي هو تحصيل حاصل سيمر. طيب أستاذ عبد الوهاب، سأعود لك لأناقشك في موضوع ما الذي كان ممكن أمام غريفيث، لأنك تقول أنه ذهب إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار في ظل التعنت الحاصل، يعني ما هي الخيارات التي كانت أمامه لحسم الأمور وفكفكة هذا التعنت؟ أشرك وأرحب مرة أخرى بضيفنا من الأردن المحلل السياسي عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. تعالي الصوت بلاي باك استاذ عبد الناصر. طيب اذا نذهب الى فاصل اذا كانت هناك امكانيه ونعود لي حين تجاوز اشكاليه الصوت. فاصل ونواصل هذه الحلقه من زاويه الحدث. إذا من جديد أهلا بكم إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، وأعود بالترحيب بضيفنا من الأردن الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. إذا نعود مرة أخرى لضيفي من صنعاء المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي. أهلا بك أستاذ عبد الوهاب مرة أخرى. أستاذ عبد الوهاب، برأيك ما هي فرص الوصول اليوم إلى جداول تنفيذية لاتفاق السويد والتي يسعى الآن في الوقت الحالي ربما ويبحث عنها غريفيث؟ إذا أيضا الاتصال من صنعاء غير جاهز، يبدو أن هناك إشكالية فنية في الاتصالات. إلى حين العودة للاتصالات أذكر بموضوع هذه الحلقة من زوايا الحدث، هي مخصصة للحديث عن مستجدات تحركات مارتن غريفيث وزيارته الأخيرة إلى العاصمة صنعاء والاحتمالات التي يمكن أن تخرج بها هذه الزيارة، حيث أنه قالت مصادر محلية أنه ما زال يبحث ربما عن جداول تنفيذية زمنية لتنفيذ اتفاق السويد بشأن الملفات الأبرز في هذا الاتفاق، ملف الحديدة وملف الأسرى والمعتقلين، وهي ملفات متعثرة حتى الآن ولم يحصل ويحدث فيها أي إنجاز. في وقت سابق وفي حديث له مع صحيفة الشرق الأوسط، أكد المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث تمديد الجداول الزمنية وأنه حصل على موافقات من الأطراف اليمنية لتمديد هذه الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد حول الحديدة وتبادل الأسرى. وأيضا وأكد خبر استقالة الرئيس بعثة الانتشار الأمني في الحديدة باتريك كاميرت وأنه غادر وسيغادر منصبه. أيضا نفى ما كان تم الحديث عنه عن وجود خلافات بينه وبين باتريك كاميرت رئيس بعثة الانتشار الأمني في الحديدة. تقريبا وصلنا لنهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث، في الغد حلقة جديدة نناقش فيها تطورات جديدة في المشهد اليمني. في أمان الله.